تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر على أرضية هذا الميدان. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الثاني عشر بمجموع الأشواط والذي خصص للجعدان اللي ذاع. انطلاقة موفقة نتمناها لجميع الأسماء والشعارات المندفعة الباحثة عن ناموس هذا الشوط. أتقدم مع المركز الأول وتابع الأسماء المنطلقة والمتقدمة في هذه اللحظات. حشيم على المركز الأول من هجن الشحانية، سالم من فاران المري يتابع في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني من الجانب الآخر نتابع عزام القادم لاسمه الشيخ محمد بن عيسى بن زايد بن سلطان آل نهيان، مهنا بن سهيل بن مهنا المحرمي يتابع. وهجن العاصمة تقدم شاهين على المركز الثالث في هذه اللحظات بمتابعة غياث الهلالي. النقلة للمركز الرابع وتابع رابع المراكز يتقدم الغزال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يتابع في عملية التضمير والتدريب. ناخذ المركز الخامس ونتابع القادم سرمد. سرمد يتقدم في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابع في عملية التضمير والتدريب. المركز السادس نتابع القادم شغب في هذه اللحظات لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي يتابع في عملية التضمير والتدريب. ياخذ المركز السابع ويتواجد ادهم لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن احمد بن عبد الملك يتابع في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. ناخذ المركز الثامن ونتابع القادم شاهين في هذه اللحظات. القادم من هجن الرئاسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي يتابع في عملية التضمير والتدريب. المركز التاسع يتقدم شاهين في هذه اللحظات لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتابع بعملية التضمير والتدريب. المركز العاشر يتسلل في هذه اللحظات ويتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي شاهين من هجن سيح السلم وعبد الله بن ثعيلب الهايلي يتابع في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة، هكذا أول ندى لهذه الأسماء المتقدمة والحاضرة في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات، في هذه الاندفاعات المسائية مع انطلاقات هذه المؤسسات، مؤسسات أصحاب السمو والشيوخ. منتصف الستة كيلومترات، غادرنا الثلاثة كيلومترات ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. بدأت التغييرات في هذه اللحظات وغير عزام، تقدم في هذه اللحظة على المركز الأول، يتقدم بشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى بن زايد بن سلطان آل نهيان مهنا بن سهيل بن مهنا المحرمي يتابع في عملية التضمير والتدريب. يظهر في هذا الانطلاق وفي هذا الموسم مع ظهور متميز وانطلاق متميز على المركز الأول، يتقدم عزام على الصدارة قائدا لمسار وسرب هذه الأسماء. المركز الثاني نتابع هجن العاصفة القادمة في ثاني المراكز، تتقدم في هذه اللحظات
تهجن العاصفة وتدفع بشاهين بمتابعة غياث الهلالي. المركز الثالث نتابع هجن الشحانية القادمة، ولكن التسلل من سرمد يتسلل إلى المركز الثالث لسمو شيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة. والمركز الرابع من الجانب الآخر حشيم من هجن الشحانية قادما الشعار العنابي وسالم بفاران المري في المتابعة. المركز الخامس يتقدم هملول من هجن سيح السلام سعيد بن محمد بن سعيد بن بروشد، يتابع في عملية التضمير والتدريب. وادهم القادم في هذه اللحظات يتقدم لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد مختار بن احمد بن عبد الملك، يتابع في هذا الانطلاق. شاهين العاصفة قادم بمتابعة غياث الهلالي. المركز الثامن يتقدم شاهين من هجن الرياسة واحمد بن مطر بن مايد الخيلي في المتابعة. والتاسع الاسماء شاهين من هجن سيح السلم عبد الله بن ثعيلب الهايلي في المتابعة. وضبيان القادم على المركز العاشر من هجن سيح السلم فهد بن حصين النعيمي، يتابع في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، النداء الثاني لهذه الأسماء المنطلقة في هذه اللحظات، لحظات ووصولنا إلى لائحة الكيلومتر الأخير. غادر عزام، تقدم على المركز الأول. عزام على المركز الأول والصدارة تحمل هذا الاسم حتى هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن عيسى بن زايد بن سلطان آل نهيان مهنا بن سهيل بن مهنا المحرمي. وصل في هذه اللحظات المتعبة يقدم هملول من هجن سيح السلم القادم على المركز الثاني. سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتعب القادم المقدم انطلاقات هملول والشعار العنابي قادم في هذه اللحظات. يقدم حشيم من هجن الشحانية سالم بن فران المري. ما شاء الله وصول الأسماء في هذه اللحظات، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. وهملول تسلل وتقدم في هذه اللحظات. هملول على المركز الأول من هجن سيح السلم على الصدارة والمقدمة ما شاء الله بدون أوامر ولا تعليمات من المتعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. ولكن عزام قادم على المركز الثاني. عزام وهملول، هملول وعزام، ولكن هملول على الصدارة. شكرا يا المتعب، تهانينا وناموس لهجن سيح السلم، تهانينا وناموس لسعيد بن محمد بن مروشد على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني عزام لسمو الشيخ محمد بن عيسى بن زايد بن سلطان النهيان. المركز الثالث حشيم من هجن الشحانية. المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس وصل ضبيان من هجن سيح السلم. هكذا هي النتيجة، عودة مع التوقيت الزمني وساعة وصول هملول قاطعا 6 كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 9:15 جزئين من الثانية. تانين والناموس لهجن سيح السلم، تانين والناموس المتعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الثاني عزام، توقيتها الزمني 9:15 9 أجزاء من الثانية. تانين وناموس لسمو الشيخ محمد بن عيسى بن زايد من سلطان النهيان. تانين وناموس لمهنا بن سهيل بن مهنا المحرمي. المركز الثالث وصل حشيم من هجن الشحانية، توقيتها الزمني 9:17 7 أجزاء من الثانية. تانين وناموس كذلك للمضمر سالم بفاران المري. تانين وناموس للجميع.